كيكة التين اللذيذة. كان عندي تين مجفف، كنت أصلح منه كيكة بالتين، مرة لذيذة وحلوة. شوف مع بعض الطريقة. مساكم الله بالخير وسعد الله جميع أوقاتكم. وصل الآن كيكة بالتين، عندي 10 حبات تين كانت ناشفة، وأضفت لها كوب ماء ونقعتها لين صارت لينة. باخذ التين مع المنقوع حقه، نص كوب سكر، نص كوب زيت، 3 حبات بيض، المطيبات هيل وقرفة وفانيليا أو حسب اختياركم، ملعقة بيكنج بودر كبيرة وربع الملعقة بيكنج صودا ورشة ملح، وعندي هنا كوب ونص طحين منخور. بخفق أول شي البيض والزيت والسكر لين ينفش الخليط شوي، بعدين أضيف عليهم التين وأخلطه والمواد الجافة مع بعض، نحطها ونصبها في صينية مستطيلة أو دائرية حسب رغبتكم. دخلها الفرن 180 درجة في الرف الأوسط، تتحمر من تحت وبعدين نحمرها من فوق شوي، أو نخليها لين تتحمر وتستوي. وبالصحة والعافية. أول شي راح أضيف البيض والسكر والزيت وأخفقهم، بعدين أضيف عليهم التين والماء ونحط المطيبات بعد ما هم مرة واحدة ونخلطهم. هنا أضفت البيكنج بودر على الطحين، أضفت الخليط، تحاولون تنزلونه قد ما تستطيعون، إذا بقى شوي ممكن تحطون عليه شوي ما ترجعونه زي ما سويت. نخلطها زين وما نبالغ في الخلط طبعا. صبيته في الصينية وندخله فرن مسبق التشغيل، أعطوها كذا خبطتين قبل تدخلونها الفرن. رجعنا لكم بعد ساعة إلا ربع تقريبا، خلصت الكيكة ما شاء الله تبارك الله. طبعا لازم تختبرونها تتأكدون إنها هي بعجينة، يطلع لكم العود نظيف. شايفين ما شاء الله تبارك الله على الريحة والشكل الجميل. انتظرها تبرد ونقطعها. طبعا أنا حاطة معها قرفة عشان كذا تغير اللون، صارت بنية شوي. أسرع طريقة لتبريد الكيك، تقلبونها على الشبك. شايفين ما شاء الله طلعت من القالب بكل سهولة، حلو ورق الزبدة في الكيك. بسم الله كذا نخليها تبرد ونقطعها إن شاء الله بالصحة والعافية. خلصنا كيكة التين اللذيذة، شايفين ما شاء الله تبارك الله، هشة وطرية ولذيذة. وبالصحة والعافية.